شرفات تبث الفرح بألحان سكانها الذين لجأوا إلى العزف في العاصمة الألمانية برلين لبث روح التضامن بين سكان الحي بعد إعلان الحكومة الألمانية عن فرض تدابير إضافية أكثر صرامة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. الموسيقيون لم يجدوا أجمل من الموسيقى للتخفيف عن سكان الحي، حيث عزفوا ألحاناً متعددة كالجاز والعزف على آلة الساكسفون، وألحاناً أخرى صنعها موسيقي آخر بآلة القربة، الأمر الذي أثار استحسان المارة وسكان الحي. الحكومة الألمانية التي دخلت مرحلة إرباك كبرى عقب بلوغ عدد إصاباتها إلى قرابة 24 ألف إصابة لتلجأ لإجراءات احترازية أكثر صرامة كمنع تواصل أكثر من شخصين خلال فترة أسبوعين على الأقل كآخر قطرات الحلول المباحة.